خدوا حذركم يا شباب، البنت الصغيرة ممكن تكون بالبيت، ما بدي تنضر شعرها من راسها. يا من انت تعا معي، محمد انت وفاتح لفوا من ورا، وانتوا من هذا الطرف. امرك حاضر سيدي. شرطة لا تتحركي. وقفي شرطة. وقفوا، شو عم تعملوا؟ يا من فتش البيت. شو عم بصير؟ شو عم بيصير هون؟ البنت مو هون سيدي. بنت؟ ما لقيت حدا سيدي. ما أنا موجودة سيدي. شو عم بصير؟ فهموني، بنت شو؟ على شو عم بتدوروا ببيتي؟ أنتِ حضرتك مرته لجودات؟ إيه سيدي أنا مرته، شو صاير؟ صار شي لجودات يا بيك؟ ليش ساكت؟ أصلاً إله يومين غايب عن البيت، كرمال الله حكي لي صاير معه شي؟ جودة منيح؟ زوجك السيد جودة تنلقى مقتول يا خانم. شو؟ عوض بسلامتك. دخيلك يا ربي جودة. عادي ارتاحي هون. آه جودة مين اللي عملها فيك؟ يا عمود البيت قولي على حظي يا ابني